اوعى تكون فاكر ان المعركه اللي جايه معركه الصواريخ والدبابات. لا، المعركه اللي جايه معركه نفسيه وحضاره واقتصاد. اللي هيشتغل اكتر هو اللي هينتصر في الاخر. والناس اللي قدموا حياتهم وارواحهم في الحروب اللي بيننا وبينهم، الشهداء يا ناجي بيه، ننساهم؟ مين قال ننساهم؟ احنا مكملين بس بطريقتنا، وكل وقت له أدانا جمال بيه. مواجهة السلام أقوى من مواجهة الحرب. هيتناقشوا بحياه في سارة طيروتها إسرائيلي راح بعمز إيفي بحضروه ببيت مالون اتسبع مقشما مفنيت كلابي كمان هبلاجيم هتورست مها فلسطيني شي قاف مهين عضاين لوك بيل علاوتها أحرجت لرتصح. أنا قاعد يا مزرعه يا أخويا في البيت وفجأة سمعت طلقات رصاص تخرم الود. مع العلم شوفش إيتي فين والأوتيل فين. هما مش الله خيفت لهجيل على المشكرة بيت سراء ليما في كشا أخيرت يعزفو إتهاشلتون داي ليش خيتوت في شعر اليود نيم أصلانو هبجعاه هبجعالة تل أفيف. إيدي إيدي يا هاني يا حبيبتي خليك محضر خير. إيدي يا ماما أرجوك مستر نيك اللي حصل ده كارثة ولو ما كانش رد مناسب وقوي هيتكرر بسرعة أفظع وأبشع مليون مرة. ما هو من عمايلكم يا ماما عمالين تبنوا مستوطنات وعمالين تفتروا على العالم عشان كده ما حدش طايقكم. دي أرضنا مستر ناجي أرضنا اللي مكتوبة لشعبنا في التوراة. والجولان الأخرى كانت مكتوبة في التوراة؟ ده أنتوا حرامين. مستر ناجي أرجوك تحافظ على ألفاظك وتتكلم كويس. إيه يا بنت أنت؟ أنت هتعلميني إزاي أتكلم؟ أرجوكم أرجوكم يا جماعة نهدى. عيب هاني مستر ناجي زي والدك وبعدين التحقيق شغال محدش عارف مين قتل الوزير. ما فيش غيرهم الارهابيين الفلسطينيين هم اللي عملوا كده وده اسلوبهم. انت هترموا بلاكوا على الناس؟ الله مش يمكن الراجل كان معاه موزه وهو في الاوتيل جوزها عرف جه خلص عليه؟ بتحصل مش بيحصل برضو ده مزرعي؟ بتحصل بتحصل مستر ناجي انا شفت ده فيلم من افلام فريد الاطرش. اه فيلم ودع هواب لما كانت مراته زوزو شكيب. مستر ناجي انا مش بهزر ارجوك انا بتكلم جد. ما تهدي بقى امار بكل يوم في العالم في وزير بيغتال انتوا يعني لوزيركم على راسه ريشه؟ انت مستر ناجي مش هتضايق لو وزير مصر اغتالوه؟ لا احنا عندنا الوزير حاجه تانية. الوزير بيمشي فيه وراح راسه تحتل تل ابيب انما انتوا عندكم الوزير يمشي ايد ورا وايد قدام مريح يعني. انتوا خايبين كتير عصبيه هاني دي بس كتير هي بيحب بلده كمان. قول لها بس تشيل مصر من دماغها. معلش مستر ناجي ده لسه شباب صغير اسرائيل كله بيحب مصر. عارف مستر ناجي لما سادات جه هنا عشان سلام هنا في تل ابيب كلنا خرجنا عشان نستقبله. انا كان يمسك علم مصر بايده هو بص لي وضحك لي كده وعدل جنبه كده انا افتكرته كويس. واحنا اخبار ما ايه يا مزرعي؟ اخبار ايه مستر ناجي؟ لا هنستعبط الفلوس ال 120 ألف دولار اللي انت واخدهم عشان تجدد بيهم المحل وترواه وتغير ديكوراته واديك شايف الزباين بقوا فوق بعض. 100 ألف دولار بس ناجي بيه انت اتاخرت 6 أشهر. ايه؟ 20% في 6 أشهر كتير كتير مستر ناجي. اسمع مزرعه انا ما احبش الملاوعه احنا اتفقنا كان كده من الاول الا الفلوس. انت وعدك في تل ابيب خسر اخلاقك كتير مستر ناجي. من عشر الأم يا مزرعي. امتى؟ الأسبوع الجاي يكونوا عندك. لا 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 الكلام ده ما ينفعنيش. الأسبوع الجاي يعني يوم إيه والساعة كام؟ يوم الاثنين الساعة 2 كويس؟ ها؟ أنا افتكرت أغنية عبد الوهاب وهو بيغني عمري ما حنسى يوم الاثنين يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. أنا بقى مش هنساه ويا ريت أنت كمان ما تنساهوش. ها؟ مستر ناجي أنا عاوزك لو سمحت. شكلك كده عايز حاجة. ما أنا بقيت بنك التسليم بتاعكم. يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك
يا فلسطيني يا فلسطيني دم الدم ودينا الدين يا فلسطيني يا فلسطيني دم الدم ودينا الدين يا فلسطيني يا فلسطيني دم الدم ودينا الدين أرض تدعين ولا جيل تسقط تسقط تسعين 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 يا فلسطيني يا فلسطيني دم الدم ودينا الدين يا فلسطيني يا فلسطيني يا صهيوني مهما تكون الأوسع تفضل وانت تزول يا صهيوني مهما تكون الأوسع تفضل وانت تزول يا صهيوني مهما تكون الأوسع تفضل وانت تزول يا يهودي ارفع عينك الشعب المصري هو سيدك 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 أنا تدعي ولدي تسقط تسقط إسرائيل أنا تدعي ولدي تسقط تسقط إسرائيل الو ايوه ماما ايوه ماما طب اهدي 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 في ايه ايه كريم قبض عليه طب هو في اسم ايه دلوقتي امن الدوله طيب 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 انا هتصرف يلا مع السلامه ما تخلص يا علا ما تترنيش معاك انت اسمك ايه؟ يا باشا انت ليه حاقد في نفسك كده؟ خدامك عبد الجليل لما اخصى من الدويقة الدويقة؟ كنت بتعمل ايه بقى عند الجامعة؟ شغل وركس شغل؟ انت بتشتغل ايه يالا؟ انا منظم منظم؟ قصدي يعني حضرتك منظم وقفات احتكاكية ومظاهرات يعني نعمل ايه يا باشا بقى؟ نعمل ايه؟ ربنا قال كده شغال ايه بالظبط يعني عشان افهم؟ يعني يا باشا زي ما تقول كده انت عارف البلد؟ البلد لما اوظى يعني ايه؟ بلد حالها واقف لو ان دول وصل لغايه البلعوم فربنا رزقنا بقى موضوع المعتصمات والمظاهرات ديت عشان خاطر اللقمه نعض فيها نعض فيها ولا ما نعضش يا باشا نعض ولا ما نعضش نعض ولا لا انت هلا فهمني انت بتشتغل ايه بالظبط هقول لك يا باشا انت عارف العمال بتوع عمر افندي وبتوع المحله الكبرى بتوع الغزل والفسيق دول لما يحبوا يبعبعوا بقى خلاص يجيبونا احنا عشان خاطر ننظمهم بقى في المعتصمات بتاعتهم ديت ونرتبهم بقى كده القصير ورا والطويل قدام وكده وكمان دمنهور الاهلي برضو دمنهور الاهلي ساعات برضو بيجيبنا في الارترس وفي الحاجات ديت عشان خاطر ننظمهم وكده يعني وياك ياك حد يتكلم ولا يفتح بقه ولا يكسر حاجه كله بيكبرني ويخطرني في الموقف
بس يعني زي ما تقول حضرتك كده يا باشا سايس. سايس؟ لا يا باشا لا مش سايس التاني، سايس مش سايس عربيات، ده سايس بني ادمين. ساعات كده اليوميه يعني يطلع لها في حدود 50 60 جنيه حسب ما ربنا يرزق يعني. بس انت عارف يا باشا انا مش عارف المظاهرات دي عملوها ليه ولا حتى بيقولوا فيها ايه، بعد كله كلام غريب كده، انا مش مع العيال الراكش اللي هو بق ديت ابدا. لا طب بس 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 اركن لي انت بقى على جنب كده وراح شويه واستناني شويه. امرني كبير امرني. وانت هلا اسمك ايه؟ كريم عبد العظيم سنه رابعه حقوق. وطبعا يا كريم انت مالكش في الموضوع، انت كنت رايح عند الجامعه عشان تشرب عصير. ما احنا ناس مفتريه، بنمسك الناس اللي ماشيه في الشارع عادي كده ونسيب الناس اللي بتعمل شغب ومظاهرات، مش كده؟ لا يا فندم، انا دخلت المظاهرات وانا عارف انا بقول ايه وبعمل ايه كويس قوي. هو ده يا باشا، هو ده الواد يا باشا، الناس كانت مكبراني ومخطراني في المظاهره يا باشا، ومحدش قدر يفتح بقه. الواد اول ما دخل المظاهره يا باشا فرتكه فرتكه وهيج الدنيا. انا عايز اليوميه بتاعتك 50 جنيه. نزل ايدك يا عم الحاج انت. الله ولا انت حق يا باشا ولا انت حق يا باشا. انت هلا ما تزعلش في المكتب، ما تتكلمش لما اقول لك. امرني كبير. انت فاهم ولا لا؟ امرني كبير. وانت بقى معترض عليا يا استاذ كريم؟ طب مش الاول تخلص دراستك وتتخرج وتتحمل مسؤوليه نفسك وبعد كده تبقى تتنيل تعترض تعمل مظاهرات؟ لما الصهاينه ينزلوا ضرب في اهالينا في غزه وفلسطين واحنا بنحتفل معاهم بعيد الثوره تبقى دي خيانه عظمى، وبقى الدم خلاص بقى ميه، واحنا ليه ممكن نسكت على كده؟ انت ابوك بالشغل يا ابني. ابويا ميت. السلام عليكم. المهندس زاهر عبد العظيم. نعم. لا الحقيقه بس انا كان اخويا كريم اتمسك في مظاهره قدام الجامعه ولفيت عليه في كل الفروع والاخر عرفت ان هو موجود هنا يعني. انا بس والله كنت عايز اطمن والدته عليه يعني. طب هات البطاقه واستنى بره. اتفضل. عبد الجليل عبد الجليل عبد الجليل قول لي يا اخويا إلهي ما يشحطك وليا، إلهي بعد الشر بعد الشر يبتليك بنصيبة يا أخويا، بعد الشر بعد الشر. ابني عبد الجليل، عبد الجليل شعبان، هو طيب وغلبان، هو اللي شايلني، هو اللي بيأكلني وبيشربني وبيشيلني وبيوديني وبيجيبني. أشوف ولاي صورك، أشوف ولاي صورك، اسمه عبد الجليل شعبان. يا ستي وجعتي دماغنا، استنيه بره بقى. يا سيدي ما توجعك ولا تتفرق انت واللي خلفوك، قول لأمك مستنياك بره، عايزة أطمن عليه، عايزة أحس إنه ابني. حرام عليكم المفتريين يا ظلمة، أنا حبيت على الرصيف مش قايمة إلا لما أشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. حرم على شيخ حسن. حرم على جمعا إن شاء الله. احنا كنا عاوزينك في كلمتين يا شيخ حسن. تفضلوا. خير ان شاء الله. الشيخ عمران عبد الله بيبعت لك السلام وبيدعي لك ويقول لك ربنا يوفقك ويثبت خطاك دايما ان شاء الله. ان شاء الله. هو لسه في المعتقل؟ خارج قريب ان شاء الله، واحنا عايزين منك خدمه يا شيخ حسن. ان قضيتها ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك اعظم مكافاه. خدمه ايه؟ قبل ما نقول لك خدمه ايه يا شيخ حسن، انت ايه رايك في اللي اقاموا علاقات وصلح مع اليهود الصهاينه؟ ومش بس كده، دول ايه بياكلوا ويشربوا معاهم كمان. ولا
المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى توعد المنافقين بعذاب أليم. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. هل تتصور يا أخي أن يوجد معبد يهودي في مصر بجوار مسجد وبيت من بيوت الله؟ ومش بس كده، دول بيشتغلوا في إصلاحه لغاية ما يبقى صرح ضخم كمان ومزار لله يعود من الدنيا كلها. قادر ربنا سبحانه وتعالى يحرقهم بجاز. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. مش فاهم. الشيخ عمران قال لنا ان ربنا حباك بمنحة وموهبة لا يوجد لك مثيل في الدنيا ابدا. احنا يا شيخ حسن عايزينك تعمل لنا قنبلة. قنبلة؟ شوف يا شيخ انت وهو، انا من يوم ما خرجت من المعتقل وخلاص سبت الحكاية دي خالص، وكتبت ورقة على نفسي بكده، والورقة عهد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وبقلبه وبلسانه. وهذا أضعف الإيمان. شوف يا شيخ، أنا ما أسهل عليا إن أعمل لكم القنبلة. عظيم. والأسهل إنكم ترموها وتفجروها. جميل. لكن إيه الصعب؟ الصعب في الحكاية دي اللي هيحصل من جراء تفجير القنبلة. إيه اللي هيحصل؟ إيه؟ هيروح فيها أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين ومسلمين وغيرهم. هيروحوا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. شهداء؟ أي نعم. شوف يا شيخ، بلغوا عني السلام للشيخ عمران وقولوا له الشيخ حسن ساب الطريق ده تماما وما عندوش أي استعداد يرجع له تاني خالص. عن إذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ياما مش كده ياما. عبد الكريم، عبد الكريم ياما لا تفضحينا ياما. يا حبيب قلب أمك يا أخويا، وحشني وحشني يا أخويا. ازدهرتي ياما، ازدهرتي، عملت لي السياحة ياما مش كده. مرحبا بيك يا أخويا، عايز أطمن عليك. أخبار أفاك إيه؟ ياما يعني ورمان شوية. شوية؟ أنا كمان عاملة لك لقمة تسند بيها أفاك. والله ياما ربنا مش عارف أرد جمالك إزاي يا أم الغوالي، بس معاكي السيجارة. لا معايا عقبة. أي حاجة، أي حاجة لأحسن الواحد خرمان على الآخر. ياما أنت يا جميلة. يلا هات جنيه. جنيه ليه؟ حق العقبة. صحيح الدنيا لمت ورقها، ما بقاش في خير حتى في الأم. جرايا ياما مش كده ياما. جرايا ياما أخش فيك الحبس ياما. جرايا ياما قدام ياما. جرايا قدام ياما نصف حساباتنا في البيت ياما. أنا ما صدقت خرجت ياما، مش عايز أروح تاني ياما. مبسوط من اللي انت عملته يا كريم؟ انا مش قايلك يا اخي بلاش شغل السياسه ده خالص. عاجبك اللي انت عملته في ماما؟ انت مش متخيل حالتها عامله ايه دلوقتي؟ انتوا عايزين نعيش في الدنيا كده من غير راي ولا وجهه نظر ولا حتى حاجه مؤمن بيها؟ انا ما بقولكش كده، انا زيك ويمكن اكتر. انا بكره الصهاينه كره العمى. ما هو مفيش قدامنا غير المظاهرات يا زاهر. لا، في ان احنا نطور نفسنا يا اخي، نتعلم احسن ونشتغل اكتر. الصراع في العالم كله دلوقتي بقى صراع تكنولوجيا. احنا عمالين نغني ونهتف وهم عمالين يطوروا في سلاحهم النووي وتجاربهم العلميه، واحنا قاعدين نتفرج عليهم. انت مثلا جايب جيد جدا 3 سنين ودي اخر سنه، لو ركزت في العلم وتفوقت فيه احسن 100 مره من اللي انت بتعمله. مصر محتاجه محامين ودكاتره ومهندسين، مش محتاجه شعارات. فكرت كويس يا جمال قبل ما تاخد القرار ده؟ ايوه. انت عارف تبعيات القرار ده ممكن توصل ليه؟ عارف يا فندم، مستعد لاي جزء، بس صدقني سعادتك خلاص مش قادر، وانا متحمل مسؤوليه قراري تماما. تقدر تستنى بعد الحفله؟ انا اسف يا فندم، ما اقدرش استنى دقيقه واحده. انا حجزت الطياره على مصر، وبعد ساعه لازم اكون في المطار. طيب طيب يا جمال، اللي تشوفه. اشوف وشك بخير. مع السلامة.
ونتنياهو جاي الحفلة كمان؟ أيوة، أنا سألته في الحوار وهو قال لي إنه لازم يحضر الحفلة. جاي لوحده ولا هو ومراته؟ والله بقى حسب الظروف. أيوة. صباح الخير يا ناجي بيه. أهلا جمال بيه. أهلا أهلا. ازيك يا باشا؟ إيه ده؟ أول مرة أشوفك مبتسم من أول ما جيت إسرائيل. أنا كنت فاكر إن وشك كشر كده خلقة ربنا. أنا فعلا مبسوط جدا وأرجو إن أنا ما أكونش أزعجتك الأيام اللي فاتت دي. يا راجل ما تقولش كده عيب. اتفضل افتح الشقة. شقة إيه؟ أنا راجع مصر. الله، برضه مصمم؟ ما أقدرش أعمل غير اللي أنا مقتنع بيه يا ناجي بيه. على فكرة إحنا يمكن ما قعدناش مع بعض فترة كافية، لكن والله العظيم حضرتك دخلت قلبي جدا وحبيتك معرفش ليه، مع اننا مختلفين مع بعض في كل حاجه. يلا اشوف وشك بخير. إنني يا خلا تتلي خاهت سعرات حشبونوت أدون كارمو سيديوت هحشبونوت تفار حمور ميوت أدون هليفي أني مدبر إدخاع أخشاف بأوفي برشمي بهيوتي كاتسين بشبارك وزي خوتي لأصف حمر مدعين على إيزي حشوت لبعام هاشنية أني متستعر أدون كارمي أفينو إم عنيان هو بيطحون إسرائيل؟ الجملة هاي إحنا بنستخدمها عمال لبطال. أمن إسرائيل تفتح كل الأبواب المقفولة. أنت بتعرف إنه هذا الزلمة اللي عم تسأل عنه دبلوماسي وشغال في السفارة وكل أجهزة الأمن بتعرفه منيح وإله علاقات كلش كويسة مع الناس بإسرائيل؟ نحنا ليش بدنا نخلق مشاكل من لا شيء؟ أنت عارف إنه المستشار الإعلامي المصري قدم استقالته وترك السفارة من ساعة؟ وأنا إيش يهمني بهذا الكلام كله؟ تعرف ليش؟ لأنه بيكره إسرائيل، لأنه السلام المزعوم يلي ضحكوا علينا فيه مجرد وهم. كلهم هيك، كل المصريين هيك. أدون كرمي، أنت بتتهم ناجي عطا الله بأنه معادي لإسرائيل بس لأنه المستشار الإعلامي ساب السفارة ومشي، ولا لأنه ناجي عطا الله قرب من الناس وحبهم وحبوه؟ أدون هليفي، أنا بأدي واجبي وانت لازم تساعدني. وانا كمان بأدي واجبي أدون كرمي. يبقى نجيلك من فوق أدون هليفي. شوف حتوصلها لفين أدون كرمي. احنا طبعا هنقول ان جمال بيه في اجازه مرضيه لغايه لما تشوف الوزاره هتقول ايه في مصر. انت رايك ايه يا ناجي بيه؟ والله يا سياده السفير لو سمحت لي يعني انا رايي غير كده. طب انت شايف ايه؟ نقول الحقيقه، نقول اللي حصل بالظبط من غير سياسه ولا لف ولا دوران. الموقف اللي خده جمال عبد الناصر هو موقف ناس كتير جدا في مصر والعالم العربي، واللي عمله في الاتجاه ده طبيعي جدا. موقفه ده ممكن يحرجنا خصوصا انه قبل الحفله بيوم واحد. سياده السفير، وزير الخارجيه بتاعنا ساب انور السادات في كامب ديفيد، ولا انا مش موافق، والمبادره اتعملت والحفله برضه هتتعمل. عموما انت هتكون القائم باعمال المستشار الاعلامي لحد ما يبعت لنا حد. انا تحت امر السعاده. اهلا بحضراتكم معانا في الحالي. النهارده بنتناقش في قضيه اختلفت الاراء عليها بشكل كبير وكان لها صدى في الشارع المصري بسبب الجدل الدائر عن هذه القضيه وهذه الموقف. زي ما حضراتكم بتشوفوا على الشاشه دلوقتي في عدد كبير من الشباب يتظاهر ضد اقامه حفل لثوره يوليو في السفاره المصريه في تل ابيب. عاده هذه المناسبات الدبلوماسيه بيحضرها الحكومة الإسرائيلية وعناصر ورموز من الحكومة الإسرائيلية على أعلى مستوى ممكن.
النهارده برحب بضيفي الاستاذ مصطفى كمال وهو صحفي في جريده اليسار المصري. برحب بوجود حضرتك معنا في حال يوم يا فندم. ومعنا ايضا من مؤسسه صحفيه قوميه الاستاذ فهمي ممتاز، برحب بوجودك معنا في حال يوم. والمستشار الاعلامي السابق الذي ربما اثار كل هذا الجدل، المستشار الاعلامي السابق لسفارتنا في اسرائيل الاستاذ جمال عبد الناصر، برحب بوجودك معنا. استاذ جمال تقدم باستقالته وترك السفاره اعتراضا على اقامه هذا الحفل. في ملحوظه مهمه جدا، انه الحفل يقام الان واحنا بنتكلم مع حضراتكم في فندق دانيال في اسرائيل. استاذ مصطفى، عايز ابدا مع حضرتك، ازاي شايف الموقف الرسمي تجاه كل هذا الجدل الدائر؟ اولا في البدايه احب اقدم التحيه والتقدير والاحترام والتبجيل للاستاذ المناضل العظيم الأستاذ جمال عبد الناصر. الحقيقة اللي أثبت بالدليل القاطع دلوقتي إنه بالفعل اسم على مسمى، وإن القضية لم تنتهي بعد، وإن هذه الأمة ذاخرة دائما برجال مرفوع الرأس والقامة والهامة. بس الموقف العجيب والكريه والحقير لبعض المصريين اللي للأسف قاعدين دلوقتي بيتكلموا وبيضحكوا وبياكلوا وبيشربوا مع السفاحين المجرمين، مجرم الحرب. ايه ده؟ ايه ده؟ لو سمحت يا استاذ مصطفى، ثانية واحدة. المصريين اللي أنت بتتهمهم بالخيانة دول بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه. مفيش داعي إن احنا نلقي التهم جزافة. المصريين دول يا أستاذ شريف مصريين شرفاء بيقوموا بعملهم دلوقتي. العمل اللي أقرته مصر بسياستها وحكومتها وصالح مصالحها العليا. أرجوك يا أستاذ اديني فرصة أكمل كلامي، أرجوك ما تقاطعنيش. أرجوك أنت حضرتك انتقي ألفاظك. لو سمحت ما تقاطعنيش، أنا حرجو حضراتكم أنتوا الاثنين رجائين، أولا أنكم توجهوا كلامكم ليا، ثانيا أن احنا نهدى علشان نقدر نسمع بعض والمواقف تقدر تبان أمام المشاهد والمتابع. أستاذ جمال، سبت سفارة ليه؟ عرفت أسباب قرف جمال عبد الناصر في الحال يوم بعد الفصل. أنا بعرف أتكلم عبري كويس، بس علشان دي احتفالية بعيد ثورة يوليو أنا هتكلم عربي، وأعتقد إن كنتوا بتفهموا اللهجة المصرية كويس بالأفلام اللي بتشوفوها والأغاني اللي بتسمعوها. السفارة المصرية بترحب بحضراتكم وبتشكركم على حضوركم. والحقيقة أنا بعتذر لأن أنا قائم بأعمال الملحق الإعلامي وهو مش موجود معانا. أنا ملحق إداري، وأنا يعني الحقيقة مش واخد على الوقفة هنا يعني، ولا بعرف في الخطب الجعلاصه دي والكلام الكبير. انما في حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، لازم تعرفوها كويس، وانا مصر على ده. حاجه مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا، ولازم تسمعوني كويس. انا عامل لكم شويه فول بالقوطه تاكلوا صوابعكم وراها. يعني الاكلات مصريه، الأغنيات مصرية، والليلة ليلة مصرية، وأرجو أن كنتم تنبسطوا معنا، وشكراً. ده يا راجل إيه؟ ده أنت طلعت إعلامي كبير قوي. على النعمة، أنا ما كنت عارف أنا بقول إيه. هما فهموا أي حاجة؟ طبعاً فهموا. أمال يعني كانوا بيسقفوا ليه؟ أنا هما سقفوا لما قلت فول بالقوط بس. أنا بعتبر موقف السيد المستشار الإعلامي موقف متخاذل منسحب، ما أقدرش أعتبره بطولة وأحتفي بيه وأعمل له تكريم في الوقت اللي فيه آخرين بيقوموا بواجبهم وبيعملوا لصالح مصر. لا معلش، لو سمحت لي يا أستاذ فهمي، اللي عمله السيد جمال عبد الناصر موقف تاريخي لا يمكن أن يتنسي أبدا، وأنا شخصيا بطالب الشعب المصري والشعب العربي أنه يلتف حوالين هذا الرجل، الرجل اللي قال لأ في الوقت اللي كلنا بعنا فيه القضية. من فضلك يا أستاذ مصطفى ما تعممش،
خليك دقيق في ألفاظك، أنت بتتهم بالخيانة ناس شرفاء بيقوموا بدور سياسي مهم. طيب اسمحوا لي، محتاجين نسمع الأستاذ جمال. الحقيقة أنا مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه. أنا لا أنا مناضل وبطل ولا زمايلي اللي بيشتغلوا هناك خونة. كل المسألة إن أنا حسيت بموقف عملته، ما كنتش أقدر أعمل غيره. بمناسبة المواقف، كان إيه موقف الخارجية وموقف السفارة؟ الحقيقة سيادة السفير قدر موقفي، لكن الخارجية لسه ما اتخذتش قرار. وأنا أيا كان القرار، أنا بأكد لحضرتك إن أنا مسؤول عن قراري أيا كانت التبعات أو المسؤوليات. محتاجين نعرف أكتر، وبالتالي علينا إن احنا نحاول الاتصال بسعادة السفير المصري في تل أبيب. خليكم معنا. بالأحضان بالأحضان بالأحضان. سعادة السفير، في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سعادة. خلي نجي عشان هو يروح بعد. حاضر. نجري، في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سعادة. بخصوص إيه؟ بخصوص موضوع جمال بيه والحكي. إيه؟ ألو؟ ألو؟ مساء الخير يا نجيب، مع سيادتك مقدم برنامج الحال اليوم، معك شريف عامر. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. نجيب، الشارع المصري ملتهب جدا، رافض تماما لفكره اقامه حفله بتجمع ما بين المصريين والصهاينه والعنوان 23 يوليو، ده في نفس الوقت اللي بتتكرر فيه اعتداءات وحشيه اسرائيليه على الشعب الفلسطيني. شوف حضرتك، انا عايز اكد على حاجه ومهم جدا للشعب المصري انه يعرفها. احنا احتفلنا بثورة 23 يوليو في قلب تل أبيب، والأعلام المصرية مرفوعة بترفرف، ده دليل على قوة مصر مش ضعفها. يعني أنا بكلمك من وسط الحفل، يمكن صوت الأغاني الوطنية وصلكم. ده في ناس كمان عايزة تسمع شعبان عبد الرحيم. احنا هنا بنعمل اللي احنا عايزينه، احنا أخويا جدا، والإسرائيليين بيعملوا لنا ألف حساب. لو سمحت لي يا أستاذ شريف، ممكن أسأل سيادة المستشار سؤال؟ طيب بعد إذن حضرتك، معانا هنا الأستاذ مصطفى كمال من اليسار، من جريدة اليسار، وكان عايز يسأل حضرتك سؤال. لو سمحت يا أستاذ ناجي، هل ستحضر السفارة المصرية الحفل السنوي الذي تقيمه إسرائيل والذي تسميه بعيد الاستقلال، في الوقت اللي هو اسمه في الحقيقة عيد النكبة والاغتصاب لكل الأراضي الفلسطينية؟ احتفالات إيه؟ هم دول بيعرفوا يحتفلوا؟ دي احتفالاتهم كلها لات معايات على الناس بتوعهم اللي ماتوا في الحروب. شوف يا أستاذ، إحنا ما جيناش هنا غير بعد ما الجيش بتاعنا ادهم على دماغه في حرب أكتوبر، وأرجو رسالة تكون واصلة. لا 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 لا، يمكن يا أستاذ ناجي، مع احترامي لحضرتك أنا لا يمكن أتفق مع حضرتك أبدا. بقى الشارع المصري بيغلي ومولع وأنتم بتحتفلوا في تل أبيب. كان أدري أني تصفيتي في شمعتي ماشي أمر ناجي عطلة بتلفزيها صريخ لهيوت تيغوفا ممسرات هاحوتس وصريخ غم لقرش اتناجي عطلة من إسرائيل زود هاشب الله هاشب الله لمدينات إسرائيل وغم لعما أني بطوح أدوني شيش زي متخنين لدفارين حمورين مئود فأنو حيافين لفتوح مياد وكل حاجة اللازقة في طبيعي.